السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كراكم مزيانين؟ نتمنى لكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فينما كنتو نتوما كتشاهدوا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت بغيت نشارك معاكم الأجواء ديال العيد الكبير كما كتشوفوا معايا. أول حاجة بغيت نقولها لكم هي تعيدوا وتعاودوا عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا الصحة والسلامة باش ما كتمنوا جميعا ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا كما قلت لكم جيت بغيت نشارك معكم الاجواء ديال العيد. غادي نبديها معكم الصباح. المهم نضنا هانتوما درت كويس ديال اتاي ضروري ريرت ديال اتاي عاد نطلعوا باش ندبحوا. هنا درت واحد الكيكه هانتوما كما كتشوفوا، المهم طريف ديال الكيك كيكه ان شاء الله غادي نشاركها معكم في الفيديو اللي قبل، كتجي رائعه. هنا درت الكعك، بالنسبه للكعك صراحه ما صايبتوش غير مشري وتميره قلت لكم، وهنا تصميرات وزيت العود كيف ما كتشوفوا معاي، ومهم وبرير ديال اتاي بالنعناع كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم اخواتي ضروري مكويس ديال اتاي في الصباح باش ما تضرناش يعني الشمس. المهم شربوا كويس ديال اتاي وغادي نطلعوا للسطح. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو وتتبعوه من الاول حتى الاخير وفرجه ممتعه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما شربنا كويس ديال اتاي طلعنا للسطح. صافي دابا غادي نذبحوا. جيت انا بغيت نشارك معكم العيد ديالي ومدى العيد اللي خلينا. صراحه صعيب 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 بزاف، واعر يعني صعيب بزاف صراحه. المهم هو هذا كما كتشوفوا وما شاء الله خرج يعني واحد الحولي ما شاء الله رائع. غادي نشارك معكم كذلك حتى هذا الحولي هذا ديال الحمايه، صراحه حتى هو خرج الخير والبركه رائع. المهم كما سمعتوا في الفيديوهات اللي قبل راه سبقنا ودرنا يعني فيديوهات من الصراكي كما يعني سبقوا عرفتوا بلي حنا كنسكنوا في دار وحده. المهم هنا كما كتشوفوا كما كتعرفوا اخواتي ما بغيتش نشارك معكم داك اللقطه ديال الذبح على حساب الصراحه ما كيقبلهاش اليوتيوب. المهم ذبحوا سبقنا من الحلي ديالنا نتوما كما كتشوفوا ذبحوا ودابا راهم كيسلخوا. صراحة داز واحد اليوم زوين بزاف، واحد اليوم رائع. قولوا لي كي دوزتوا عيدكم من اينا مدينة نتوما، واش عيدتوا في ديوركم ولا ولا سافرتوا يعني عيدتوا في شي مكان اخر؟ كي خرجت لكم العيد؟ كي خرجت لكم دوارتكم؟ كلشي بخير؟ عيدتوا مزيانين؟ ايوا نتمنىكم اخواتي تكونوا بخير. المهم هانتوما كما كتشوفوا معايا غادي كنشارك معكم يعني لقطات من هنا ولقطه من هنا خفافين. المهم نتمنى هذا الفيديو كما قلت لكم يكون خفيف طريف على قلوبكم. صراحه واخا هذا الفيديو جا شويه معطل راكم عارفين مع الروينه ديال العيد، صراحه ما ساليتش باش نمونطي الفيديو اللوحو ما ساليتش. المهم اليوم لا غد من العيد يعني قلت لكم اليوم عاد كتاب انني باش نمونطيه ونشاركوا معكم. المهم نتمنى انه يعجبكم. المهم انتم كما كتشوفوا اخواتي من بعد ما سلخوه راه سلخوه يعني فوقي في جوج دقائق في تسع سلاوه صافي حيدوا له يعني داك عارفين خواوه من داخل داك المصاره من الدواره الكبده. هانتوما كما قلت لكم ما شاء الله صراحه خرج رائع، الحيمه ديالو خرجت غزاله. المهم هنايا هانتوما كما كتشوفوا داك المصارن دايره لهم هنا الملحه والخل، وهنا المطوطه والكبده كما كتشوفوا القلب الكبده يا الكبده ياكو. صافي المهم غادي نشارك معكم لقطات كما قلت لكم. هنا غادي نغسلوا الدواره انا ومرت حمايا. المهم انتم هنايا الدواره عفوا هذو المصارن درنا لهم الماء سخون. هنايا المطوطه انتم كما كتشوفوا معايا، وهنا الدواره راها كتوصلها مرت حمايا دايره لها الليمون حتى هي والخل. صراحه الدواره ديالو خرجت كتشعل، هانتوما كما كتشوفوا خرجت نقيه يعني غزاله غزاله الصراحه. صافي وغادي تعاودها. المهم كلشي كيعرف يغسل الدواره، المهم كلشي كدوزوا هاد اللحظه هذه. فقط بغيت نشارك معكم اليوم ديالنا كيف داز. المهم نتمنى يعجبكم كما قلت لكم. بالنسبه لهنا هاد المصارن دايره لهم الماء سخون، المهم تحيد منهم داك الصفراء راكم عارفين، وعاد غادي نعاودهم ان شاء الله في الخل والملحه. المهم كلشي كندير له الخل والملحه. بالنسبه للخل يمكن لكم يعني تعوضوه بالليمون. هانتوما كيف قلت لكم راه مغسوله بالخل
والملحه، يعني كتخليهم من الافضل انكم تخليوها مرقده شويه وعاد غسلوها. صافي غادي نكملوها نتوما وغادي ندوزو مباشره الكبيدات. صافي المهم كي قلت لكم كنشارك معكم غير القطع القطع باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف. صافي ذبحنا ديالنا، غسلنا داك الدواره، نقينا نمر حمايه داك الشيء. فاش يعني كملنا الحولي ديالنا دازو الحولي ديال الحمايه حتى هو ذبحوه بنفس الشيء. صافي ما جينا حنا يعني نساليو الدواره داك الشيء حتى كانوا حيدوا لنا الدواره ديال الحولي الثاني. صافي حتى هما غسلناهم. ايوا هنا دزنا نشوف الكبده ديالنا. المهم اول حاجه غادي نديروها على الفاخر، خليوها حتى كتنشف مزيان او كتقطر من داك الدب. المهم تشوها هكا على برا هانتوما كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نقطعوها، وكل واحد عنده خيره في دارو. فقط كنبغي نشارك معكم اجواء بحال هكا. قلت لكم اليوم ديال العيد ديالنا، نتمنى انه يعجبكم واحد اليوم رائع كما قلت لكم. هانتوما كنخليوها يعني كننشويوها على برا باش كتساعد حتى في التقطع، كتساعد فاش كديروها على الفخر وتشويوها. صافي وغادي نقطعو الثانيه بنفس الطريقه، كتقطعوها طويله بحال هكا نتوما. المهم انا كنت كنصايب ومرت حمايه هي اللي كانت كتقطع، هي اللي كانت كتريكل. كما قلت لكم قولوا لي كي دوزتوا نهار ديال العيد ديالكم في اينا مدينه نتوما، واش عندكم الحراره ولا لا. بالنسبه للعيد يعني ديالنا الصراحه ما قطعناش يعني اليوم ديال العيد، خلينا حتى لغدا حتى اليوم فاش منطيت معكم الفيديو عاد دوزنا وقطعنا. الصراحه انا في المنطقه الشرقيه يعني هنا وجده ما كاينش الصراحه شي حراره، البروده خصوصا الدار الداخل يعني بارده، داكشي علاش خليناه يعني بات وقطر مزيان. صراحه فاش كيبقى يعني اللحم معلق وكيقطر مزيان كيساعد حتى بالنسبه للتقطع كيساعد. داكشي علاش خليناه كما قلت لكم. عندنا حنا الجو يعني ما عندناش الصهد، الجو زوين. المهم قولوا لي اين مدينه نتوما واش عندكم شي حراره ولا بحالنا هنايا يعني الجو مريقل، ما كاين الصراحه الحراره. وبالنسبه لليل كيرجع البرد. المهم نتوما تشوفوا الطريقه، من بعد ما قطعت كتجيب داك الشحمه وكتلوي صافي وكتولي تقطع هكا طريفات. المهم الطريقه راها سهله وبسيطه وسريعه في الساعه كيتحضر. صافي من بعد ما قطعنا دخلنا في قطيبات نتوما وغادي نشويو دابا. صراحه ما كاينش ما احسن من هذا النهار، واخا كيكون فيه الروينه وكيكون فيه يعني روينه بزاف هذا، ولكن كيدوز الصراحه رائع. المهم نتوما كما كتشوفوا بطبيعة الحال مع كويس ديال اتاي بالنعناع الملفوف ضروري خصو اتاي. صراحة كيعجبني انا اتاي يعني مع الملفوف او مع الشوا، المهم كما كان نوعية ديال الشوا كيعجبني معهم اتاي. ما كان نديرو لا موناضة لا والو، اتاي هو اللي كيجي مع الملفوف. صافي الطبيلة ديالنا هي هادي. المهم كل واحد كما قلت لكم خيره في دارو، فقط كنبغي نشارك معكم هذه الاجواء هذه. نتمنى اخواتي واخواني انكم يعجبكم الفيديو، كذلك انكم بارطاجيوه مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا، بارطاجيو معهم هذا الفيديو فضلا وليس امرا. نتمنى نكون خفيفه طريفه على قلوبكم. المهم نتوما خبيز ديال الدار رائع، حتى هو يلاه طاب يعني باقي رطب هانتوما عاد جديد. وزيت الزيتون وكويس ديال اتاي كما قلت لكم ضروري اتاي مع الشوا. صافي هنا مباشره فاش كملنا نوضنا حنا نجمعوا الروينه، ناضت بنت حمايه هي اللي وجدتنا هنا الدواره الغدا. صراحه خرجت واحد الدواره رائعه ملبنه نتوما كما كتشوفوا، المذاق غزاله وما كاينش ما احسن من الدواره ديال العيد. صراحه واحد البنه فيها خطيره يعني واحد البنه الراسه جات غزاله بزاف. المهم الفيديو ديالنا هو هذا او الفيديو ديالي هو هذا، نتمنى يعجبكم. هنا زويتنات الحرور هانتوما. المهم نتمنى يعجبكم. دابا غنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.